من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، فيسعدني في هذه الندوة المباركة وفي هذه الجلسة الثالثة أن أقدم لكم محاضرة يلقيها الشيخ محمد الحسن للددو. وقبل أن أعطيه الكلمة أريد أن من عادة، نحن لا نريد أن نتشبه بالغرب، ولكن فقط أريد أن أحكي أنهم عادة، وخصوصا الإنجليز منهم، حينما يعطي رئيس جلسة الكلمة لأحد يقول I recognize the next speaker، يعني أعترف وأعرف بالمتحدث. أنا أيضا أعتقد أنني أعترف وأعرف المحدث وأنكم تعرفونه، وسوف تحدثنا عن المنهج الصحيح في الفهم والسلوك، ونحن على يقين أنه سوف يقدم إلينا من علمه وحكمته ذلك المنهج الذي نرجو أن يفهمنا الله كما فهم سليمان، وأن يجعلنا نسلك سبيل ربنا ذللا. والآن تفضل الشيخ محمد الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على الاجتماع بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذا الشهر المحرم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا من الاجتماعات التي تحفها الملائكة وترشاها الرحمة وتتنزل على أهلها السكينة، ومن طالع السعد أن يرأس هذه الجلسة والدنا وشيخنا الدكتور أحمد المختار الدباح، وأن يحضرها كذلك شيخنا معالي الوزير أحمد النيمي، وكذلك أن يعقب عليها والدنا وشيخنا الشيخ محمد الأمين الحسن، وأيضا فضيلة الدكتور، وأن يكون مقررها الدكتور أيضا دول الشيخ. ولا شك أن هذه الحياة الدنيا ليست دار قرار، وأن البقاء فيها محصور، وأنها عمر من أعمار ابن آدم وهي خمسة. العمر الأول منها كان في عالم الذر عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. وهذا العمر الأول دخل الإنسان فيه حيز الوجود لأنه وجه إليه الخطاب وأحسن الجواب، وبقيت الأرواح في سماء الدنيا كما ثبت في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى سماء الدنيا استفتح جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بنيه. والنسم جنس واحدة هو نسمة، والأرواح يأتي بها الملك فينفخها في الجنين في بطن أمه بعد أن يتم أربعة أشهر، كما ثبت في حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأن في كلمة الروح في هذا الحديث عهدية، وهي مختصة بالروح ذلك الإنسان المعهودة في علم الله تعالى. والعمر الثاني هو عمرنا فوق الأرض وهو عمر التكليف، وهو الذي نحتاج إلى الحديث في تسديده وتوجيهه، وهو الذي نحن فيه الآن. والعمر الثالث عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ،
وبدايته من الضجعة الأولى التي يبدو فيها للإنسان من الله ما لم يكن يحتسب ويرى فيها ما كان مخفيا عنه، وبعد ذلك تستمر مشاهد هذا العمر إلى أن ينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وحينئذ يأتي العمر الرابع وهو عمر القيام لرب العالمين فوق الساهرة ليس فيه اضطجاع ولا جلوس، يوم يقوم الناس لرب العالمين وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والعمر الخامس هو عمر البقاء الأبدي السرمدي إما في جنة وإما في نار، وهو مرتب على هذا العمر القصير الدنيوي الذي نحن فيه. وإذا أدركنا ذلك عرفنا أن العمر الدنيوي هو المركزي في حياة الإنسان لأنه الذي يحدد مصيره الباقي المستمر، فإن كان من أهل السعادة فإن مصيره إلى الجنة، وإن كان من أهل الشقاء فإن مصيره إلى النار كما قال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وهذا العمر الدنيوي هو في الواقع فرص ومخاطر، ولذلك احتاج إلى أن يدرك الإنسان فيه أن الحجة قد قامت عليه وأنه قامت عليه الرقابات، وهي خمس: الرقابة الأولى رقابة الملك الديان جل جلاله، فهو يعلم ما في نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، أعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام الكاتبين، ومع كل واحد من بني آدم كما قال الحافظ ابن حجر 21 ملكا، منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يأمره بالخير، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والمعقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والملائكة الذين يتعاقبون فيكم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فجميع ذلك يحصل منه 21 ملكا. وقد قال الله تعالى في ذلك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقابة الثالثة رقابة النبي الشهيد، فكل أمة بعث الله بها نبيا يشهد عليها بأعمالها، وهذه الأمة اختار الله لها خير الأنبياء وهو الحكم الذي لا يعزل والشاهد المعدل، فهو شهيد على هذه الأمة عند الله سبحانه وتعالى تعرض عليه أعمالها كما ثبت عنه في الصحيح في صحيح مسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة فيه من طلوع شمسه إلى طلوع فجره تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قيل يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي الحديث الآخر وهو ضعيف لكنه يشهد له هذا الحديث الصحيح أن الأعمال تعرض عليه في قبره فيسر بحسنها ويساء بسيئها، ولا ينافي هذا قوله في حديث الحوض: فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فإن أهل العلم حملوا ذلك على محملين: المحمل الأول أن معناه المبالغة فيما عملوه واقترفوه، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية معروف، فإذا قصد تعظيم أمر أحيل إلى النكارة أو إلى التعريف المطلق. وكذلك الاحتمال الثاني أن يكون هذا محمولا على أنه لا يعرفه في تلك اللحظة وسيعرفه في وقت الشهادة، فالله تعالى ينسي ما يشاء كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي الموطأ من البلاغات التي لم يصلها أبو عمر بن عبد البر وهي أربع فقط في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أنسى أو لا أنسى لأسن. فنحن الآن أيضا في الموطأ بين أيدينا فضيلة والدنا وهو أدرى بأحده الموطأ.